A Muslim must perform prayer 5 times every day. Numbers of rak'ahs vary from one prayer to another. A Muslim perform 2 rak'ahs for dawn prayer, 4 rak'ahs for noon prayer, 4 rak'ahs for afternoon prayer, 3 rak'ahs for sunset prayer, and 4 rak'ahs for night prayer. يعني بيتكلم على الصلاة الخمس، بيقول ان المسلم لابد must perform يؤدي prayer الصلاة 5 times every day، 5 مرات في اليوم والليلة. عشان كده ممكن يسألك ويقول لك how many times does a Muslim perform prayer every day. How many times does a Muslim perform prayer every day؟ يعني كم مرة، how many طبعا كم مرة المسلم بيؤدي perform الصلاة every day كل يوم، طبعا كام 5 times every day، 5 مرات في اليوم، تمام 5 times every day. بعد كده بقول لك النمبرز او العدد، يعني رقم النمبرز بتاع ركعات of rakas vary، مختلف يختلف from one prayer to another، من صلاة لأخرى from one prayer to another. ودي معلومة ليها سؤال، ايه سؤالها؟ Do all the daily 5 prayers have the same numbers of rakas؟ هل الصلوات الخمس نفس العدد من الركعات؟ Do all the daily 5 rakas، هل الصلوات الخمس اليومية daily معناها اليومية فيها the same numbers في نفس الركعات الأرقام بتاع الركعات؟ طبعا ايه؟ No، they are very زي ما قلنا ايه مختلفة. طيب تحديدا بقى ايه كل صلاة؟ الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح اللي هو دون براير، دون براير اللي هو الصبح والفجر، كام؟ 2 ركعات. الظهر طبعا اسميه نون براير، 4 ركعات، 4 ركعات 4. العصر طبعا 4 اللي هو افتر نون براير، بيسموه افتر نون براير. المغرب بيسموه سانست براير، طبعا ده 3 ركعات. العشاء بيسموه نايت براير، نايت طبعا ليل وبراير للصلاة براير. يبقى كم ركعة العشاء؟ 4، عارفين طبعا. يبقى الصبح اسمه دون براير، الظهر اسمه نون براير، العصر اسمه افتر نون براير، المغرب اسمه سانست براير، العشاء اسمه نايت براير. طيب يجي سؤالهم ازاي بقى؟ How many rak'ahs are there in dawn prayer? How many rak'ahs are there in dawn prayer? كم ركعة في الفجر؟ كم طبعا في الدون اللي هو الفجر؟ 2 rak'ahs. How many rak'ahs does noon prayer consist of? How many rak'ahs does noon prayer consist of? الظهر بتكون من كم ركعة؟ طبعا 4 prayer، 4 ركعات. طيب which prayer، أي صلاة which prayer comes after noon prayer، تأتي بعد النون prayer الظهر، طبعا after noon prayer العصر، after noon prayer صلاة العصر اسمها after noon prayer. طيب which prayer comes before night prayer، أي صلاة بتيجي قبل صلاة العشاء؟ طبعا sunset prayer، صلاة المغرب sunset prayer. perform معناها يؤدي، noon prayer طبعا قلنا الظهر، night prayer العشاء، very يتنوع ويختلف، afternoon prayer العصر، prayers الصلوات، dawn prayers الصبح، sunset prayer المغرب، 5 times 5 مرات. بس كده، دعواتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.